مرحبا. عندما تشعر بالتشويش، يقول لك الكتاب المقدس في رسالة بولس إلى أهل كورنثوس الإصحاح الأول: وأما الروح فيحكم في كل شيء وهو لا يحكم فيه من أحد، لأنه من عرف فكر الرب فيعلمه. تشويش حالة كبيرة منعيشها وكلنا منعيشها، تشويش في الأفكار، الفكر بضل رايح جاي. تشويش هذا بيخلي حياتنا كتير صعبة، لأنه ما فيش ثبات، ما فيش استقرار، في تشويش دائما. لما أنت بتعرف ربنا معرفة صح، ما بيكون عندك تشويش، لأنه بيكون عندك القدرة على طرد الأفكار اللي بتوصلك لأنك تكون مشوش. ولما بتعرف ربنا معنى أنه أنت فيك نور ربنا، والنور هذا بيلمع وبيسطع وبيشع داخلك ليطرد كل الغيوم أو كل هالأفكار اللي بتأدي إلى التشويش. انتبه، الميلاد نور وفرح، خلي يسطع بجواك، ساعتها أنت ما بيكون عندك أي تشويش في أي شيء، بالعكس بتكون ثابت من جوا، بتكون مليان بفرح